الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، علانيته وسره، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير كله ونسألك من الخير كله يا رب العالمين، ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك أن تكفينا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأن تصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك، اختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم إنا ننزل بك حاجتنا، وإن قصر رأينا وضعف عملنا افتقرنا إلى رحمتك، فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم ما قصر عنه رأينا وضعف عنه عملنا، ولم تبلغه أمنيتنا من خير وعدته أحد من خلقك، أو خير أنت معطي أحد من عبادك، فإنا نرغب إليك فيه، ونسألكه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، ونقول جميعا: سلام قولا من رب الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم. سلام قولا من رب الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري للإمام البخاري الحافظ أبي عبد الله محمد بن إبراهيم البخاري. مولدا، ولد سنة 94 و100 من الهجرة النبوية الشريفة، والخرتنكي مدفنا ووفاة، وهي مدينة بجوار بخارى. توفي رحمه الله تعالى سنة 252 من الهجرة النبوية الشريفة، عن عمر يناهز 62 عاما رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. كنا بدأنا في باب هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعد ذكر بيعة العقبة ووفود الأنصار إليه. وقلنا أن بيعة العقبة كانت بيعة أولى حضرها 6 من الخزرج، ثم البيعة الثانية حضرها 12 رجلا، بعضهم من الخزرج وبعضهم من الأوس، ثم البيعة الثالثة وهي العقبة الكبرى وحضرها 72 رجلا وامرأتان. ثم بعد ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته بالهجرة،
وكانت بعد بيعة العقبة بشهرين. بيعة العقبة كانت في موسم الحج في أيام منى، أيام التشريق، وبعدها بشهرين وبضعة عشر يوما أذن لأصحابه بالهجرة صلى الله عليه وآله وسلم، وأذن الله لرسوله بالهجرة في كتابه بقوله: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فكانت المدينة المنورة هي مدخل الصدق، وكان خروجه من مكة هي مخرج الصدق، وقد نصره الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه وبتأليف قلوب الصحابة حوله، فانتشر هذا الدين. ووقفنا على الحديث الأول في باب هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيحه، يقول: حدثنا الحميدي، اللي هو عبد الله بن الزبير المكي، شيخ الإمام البخاري الحميدي عبد الله بن الزبير المكي، قال: حدثنا سفيان، اللي هو ابن عيينة، قال: حدثنا الأعمش، اللي هو سليمان بن مهران، قال: سمعت أبا وائل، اللي هو شقيق ابن سلمة، يقول: عدنا خبابا، وهو خباب بن الأرت، عدناه أي زرناه في مرضه، يقول: عاد المريض أي زاره في مرضه، عدنا خبابا وهو خباب بن الأرت في مرض له، فقال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي هاجرنا مع النبي أي بإذنه، لأنه لم يهاجر مع النبي شخصا، ولكن هاجر مع من هاجر بإذن النبي، لكن الذي هاجر مع النبي بشخصه هو أبو بكر الصديق كما هو معروف، وعامر بن فهيرة. فقال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نريد وجه الله، يعني نريد وجه الله، وجه الله هنا يعني الإخلاص، يعني التوحيد. يجي لك العالم التانيين يقول لك وجه، له وجه ليس كأوجه. وجه الله هنا بمعنى التوحيد، بمعنى الإخلاص. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي يبقى ما كان لله خالص. يوم يعودوا يعملوا لنا شغلانة وينسبوا الجوارح لله عز وجل وهم لا يفهمون العربية، وتجرأوا على شرع الله ودخلوها من غير بابها، ونسبوا إلى الله كل نقص وتمحكوا بالبلكفة، ينسبوا إليه الجوارح ثم يقول بلا كيف، نسبوا إلى الله كل نقص وتمحكوا بالبلكفة، يعني بلا كيف، فهذا لا يصح. أو الصحابي يقول لها النبي يقول إيه: نريد وجه الله، يعني نريد مخلصين لله، لا نريد إلا الله. يبقى الوجه هنا معناه صدق التوجه، صدق التوجه إلى الله مع عدم خلط النية بشيء آخر، هذه وجه الله. اللي عاملين عليه مشكلة ويقعدوا يقسموا المسلمين إلى شرازم وعقائد وأشياء غريبة، أنت نفسك يا أخي لما بتيجي وأنت في كلامك تقول له ابتغي وجه الله يا أخي في العالم، يعني إيه وحد، يعني اخلص، يعني نقيه من كل شوائب الدنيا، مسألة ببساطة. فقال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نريد وجه الله، يعني معناه لا نريد دنيا، لا هي مسألة عصبية ولا مسألة قبلية ولا مسألة نريد غنائم، حتى لم تحل لهم الغنائم بعد، لسه لم يقاتلوا، وكانوا لا يعرفون أنهم سوف يصيروا بعد ذلك هم حكام الأرض، لكن كان النبي كان يبايعهم ولا يقول لهم: أبايعكم على أن تفتح لكم البلاد، أبايعكم على الجنة، من وفى فله الجنة، يعني ينقلهم من الدنيا للآخر، هذه معنى وجه الله، يعني لا شيء معها في الدنيا. فوقع أجرنا على الله، فوقع أجرنا على الله تفضلا لا وجوبا عقليا، خلافا للمعتزلة. أهل السنة يقول لك يعني الثواب من الله فضل، ولا يجب عقلا على الله شيء،
لأن الله سبحانه وتعالى لا يوجب عليه شيء، ولو أوجب العقل على الله شيء لكان العقل هو الحاكم، والعقل مخلوق، فكيف نحكم المخلوق في الخالق والمقهور في القاهر؟ فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، يعني في الدنيا، منهم من مات قبل أن تفتح الدنيا وقبل أن يكون هناك غنائم فلم يأخذ من الدنيا شيء، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره أي في الدنيا شيئا، كأن الله ادخر أجره خالصا له في الآخر. منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد. سيدنا مصعب بن عمير هو الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أم مكتوم في بيعة العقبة الثانية التي جاءه فيها 12 رجلا ليعلم الناس ويدعو الناس. سيدنا مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم. سيدنا مصعب بن عمير قتل شهيدا حميدا في أحد، قتل يوم أحد وترك نمرة. نمرة يعني كساء كده، قطعة قماش كساء كانوا يلتفون بها، مخططة يسموها نمرة عشان النمر مخطط. عارف انت النمر تلاقيه مخطط لو شفت في عالم الحيوان، فأي حاجة مخططة قماش يقولوا عليها العرب نمرة نسبة للنمر، كويس. فكان له كساء مخطط نمرة هو اللي بيلتف به، يلف به جسمه، لم يوجد له سوى هذا الثوب. وترك نمرة فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، يريد أن يغطوا يعني يكفنوا في ثوبه الذي مات فيه، فيغطوا رأسه بالنمرة تظهر قدماه، يغطوا قدماه تظهر رأسه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من إذخر. عرفنا هنا أن الرأس مقدمة في التغطية في الكفن على القدم، فقه نفهمه عند تكفين الميت. يبقى لو قصر القماش للميت يبقى تبدي الرأس على القدم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرأس موضع الوجه وهو أكرم ما في الإنسان. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من إذخر. وإذخر ده نبات بينبت في أرض الحجاز له رائحة طيبة، فغطوا به قدمه. ومنا نوع تاني بقى طال به الأمد وعاش بعد الفتوحات وكثرة الأموال وكثرة الدنيا وزينتها عنده، وعاشوا في القصور بعدما كانوا يعيشوا في الخيام، وكانت تخدمهم العجم بعدما كانوا يخدمون العجم، وصار العجم لهم عبيد وأرقاء، فازدهرت لهم الدنيا ودانت. ومنا من أينعت له ثمرته. أينعت يعني إيه؟ فانظر إلى ثمره وينعه في القرآن. أينعت يعني نضجت، نضجت وظهر حلاوتها. فانظر إلى ثمره إذا أثمر وينعه، أي نضجه. يبقى أينعت هنا معنى نضجت. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. يهدبها يعني يجتنيها، يجتنيها. وعنه به قال حدثنا مسدد، هو مسدد بن مسرهد بن مفرهد شيخ الإمام البخاري، قال حدثنا حماد هو بن زيد عن يحيى اللي هو ابن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم اللي هو ابن الحارث التيمي عن علقمة بن وقاص اللي هو الليثي قال سمعت عمر رضي الله عنه قال
سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراه يقول، أراه يعني أظنه، أراه بمعنى أظنه، يقول: الأعمال بالنية. هناك في أول البخاري راوي الحديث بإسناد آخر في أوله، وإن كان يتفق في آخره، ولكن قال: إنما الأعمال بالنيات. هنا الرواية دي بهذا الإسناد: إنما الأعمال بالنية. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، هناك ينكحها، هنا يتزوجها، روايات. وهذا يدلك على أن الصحابة تروي الحديث بالمعنى، هذا يدلك على أنهم كانوا يروي الحديث بالمعنى، لأن النبي قالها بلفظ واحد. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، يعني يحصلها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. لم يرد النبي أن يكررها احتقارا لإيه؟ للنية التي ليس فيها وجه الله. يعني هو قال: من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها، فكان ممكن يقول: فهجرته إلى الدنيا التي يصيبها وإلى المرأة التي ينكحها، ما كررهاش تاني، فقال: هجرته إلى ما هاجر إليه، احتقارا لهذه النية التي ليس فيها وجه الله. ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، كررها، ما قالش إلى ما هاجر إليه هنا، لشرف المقصد، تنويها لشرف المقصد، ومحبة في ذكر الله، تلذذا بذكر لفظ الجلالة. ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ما قالش إلى ما هاجر إليه صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض روايات البخاري سقطت التصلية اللي هي قوله صلى الله عليه وسلم في رواية أبي ذر الهروي. إنما الأعمال بالنية أو النيات. ما هي النية؟ النية لها حقيقة ولها حكم ولها محل ولها زمن ولها كيفية ولها شرط ولها مقصود حسن. لابد تعرف في النية سبع حاجات. النية لازم تعرف، كانوا يقولوا لنا المشايخنا يقول لك ايه: النية حقيقة، حكم، محل، زمن، كيفية، شرط، ومقصود حسن. سبع حاجات تعرف ايه حقيقتها، ايه حكمها، ايه محلها، ايه زمنها، ايه شرطها، ايه كيفيتها، ايه مقصودها. واضح؟ عشان تعرف ايه هي النية. حقيقة، ايه حقيقة النية؟ النية هي القصد أو العزم المطابق للفعل. النية هي العزم أو القصد المطابق للفعل. طب لو لم يكن مطابقا للفعل يسمى عزما وليس نية. يعني وأنت تسير في الشارع متوجها إلى المسجد لتصلي العشاء مثلا، سيرك في الشارع يسمى عزما وليس نية شرعية. ولو قلنا عليه انها نية تبقى نية بالمعنى العرفي وليس بالمعنى الشرعي. واضح؟ وعشان كده حتى الانسان العامي لما يشوفك ماشي في الشارع يقول لك: على فين العزم؟ مش كده برضه؟ فيبقى العزم هو التوجه قبل الشروع في الفعل. واضح؟ ده العزم. فإن بدأت في فعل الشيء بقى هنا ده النية. يبقى النية الشرعية هي القصد أو العزم المطابق للفعل. واضح؟ عشان تبقى نية شرعية لازم تبقى مطابقة للفعل. واضح؟ يدخل عليك شوال يسألوك: أخبارك إيه السنة دي؟ تقول لهم: أنا إن شاء الله عازم على الحج. كويس؟ لحد ما يجي وقت الإحرام يقوم يحرم ويقول: لبيك اللهم، ده وقت النية بقى، لأنه هيطابق الفعل. لكن قبل كده ده كله كان اسمه عزم. فهم؟ يبقى النية الشرعية حقيقتها
هو القصد أو العزم المطابق للفعل. واضح؟ مهمة دي، مطابق للفعل. طيب ده حقيقتها وحكمها الوجوب غالبا، حكم النية واجبة غالبا، لأن في بعض الأعمال لا تحتاج إلى نية، في بعض الأعمال لا تحتاج إلى النية وجوبا، كإزالة النجاسة. لو أصاب ثوبك نجاسة بتروح تغسلها من غير ما تنوي حاجة، مش بتقول مثلا وانت بتفتح الحنفية نويت إزالة النجاسة بسم الله الله أكبر وتقعد تغسل، ما بتعملش كده، لأن إزالة النجاسة لا تفتقر لنية. كويس؟ عشان كده نقول الوجوب غالبا لإخراج ما لا يفتقر إلى نية من أمور مشروعة أيضا كإزالة النجاسة عن الثوب والبدن. واضح؟ وكذلك بعض العبادات التي لا تفتقر لنية كمطلق ذكر الله، يعني لما تيجي تقول تذكر ربنا تقول سبحان الله، ما بتقولش نويت أسبح إلى الله سبحانه وتعالى امتثالا لقوله فسبح بحمد ربك سبحان الله سبحانه، ما تقولش مش كده برضه، لأن أنت على طول تخش تقول سبحان الله وتعد، تخش على طول تقول الحمد لله وتعد، فتذكر الله على طول قبل أن تعزم على نية معينة مطابقة للفعل لعدم اشتباه ذكر الله بكلام الخلق، فمش محتاج النية خلاص. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتقر إلى نية، خش على طول في الصلاة على النبي على طول لا تفتقر، لكن لو نويت ما يجراش حاجة. طب ولو ما نويتش العبادة صحيحة لكنها مش واجبة، يعني في دلائل الخيرات عامل دعاء النية، ده من على سبيل الاستحباب استحضارا، اللهم إني نويت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمرك واتباعا لكتابك ومحبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وشوقا إليه، ويقعد بقى إيه يتكلم سيدي محمد الجازولي في دلائل الخيرات في إيه في دعاء النية الأول، ده على سبيل الاستحباب وليس على سبيل واستحضار القلب لا على سبيل الوجوب، يعني لو بدأ على طول ما يجراش حاجة. واضح؟ يبقى الصلاة على النبي وذكر الله لعدم اشتباهي بسائر كلام الخلق أو تلاوة القرآن. أنت لما تيجي تقرأ القرآن ما تقولش نويت تلاوة القرآن امتثالا لكلام النبي وابتغاء ثواب كل حرف بعشر حسنات وتخش بقى في الموضوع، خش على طول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وشغال لحد سورة الناس وتختم وتدعي وتنك مروح، مش محتاجة نية. فهمتني بقى إزاي؟ يبقى عشان كده نقول حكم النية ايه؟ الوجوب غالبا، ما نقولش الوجوب ونسكت، ما الوجوب ونسكت يبقى كل عمل فيه تقرب يحتاج لنية، قال لك لا، في بعض العبادات التي لا تفتقر إلى نية. ونخرج كمان غسل الميت، غسل الميت لا يفتقر لنية، يعني مش شرط المغسل اللي بيغسل الميت المسلم يقول نويت تغسيل هذا المسلم قياما بحقه وامتثالا لسنة النبي، أب ده هو يرش المية ويعمم بدنه بالماء ويزيل القاذورات اللي على بدنه ويبدأ بالأعالي قبل الأسافل والميامن قبل المياسر وخلصة التغسيل، ويكفن ويشيل يكبر عليه أربع ويدفن، سهلة. لكن غسل الجنابة محتاج نية، لكن غسل الميت لا يفتقر لنية على المغسل. ففي بعض العبادات لا تفتقر لنية، عشان كده العلماء يقول لك ايه حكم النية الوجوب غالبا لإخراج المحترزات التي لا تفتقر لنية. طيب زمن النية، ما احنا قلنا ليها حقيقة وحكم وزمن اللي هي الوقت، امتى اقول النية؟ وقت النية اول الفرض غالبا، برضو نقول أول الفرض إيه غالبا، ما نقولش أول الفرض ونسكت. يعني عندما تتوضأ الوضوء يبدأ بسنن قبل غسل الوجه، وأول الفرض غسل الوجه، لكن بتبدأ الأول تغسل الكفين وتبسمل مش كده، ويمكن تتسوق كمان وبعدين تتمضمض ثلاثة وبعدين تستنشق ثلاثة، كل دي سنن. النية الشرعية لسه ما جاتش الواجبة، النية الواجبة مع أول غسل الوجه، لأن النية زمانها أول الفرض غالبا. وليه قلنا غالبا؟
ليه قلنا غالبا؟ علشان نخرج نية الصيام. الصيام بيبدأ من الفجر لكن تدخل نيته من غروب الشمس، أخرج الصوم، يدخل نية الصوم من غروب الشمس. ممكن أول ما يغرب الشمس ويقول لك غدا رمضان تقول نويت صيام غدا من شهر رمضان، اللهم تقبل منه، خلاص نويت. مش شرط تقعد تنتظر الفجر وتتربص وقت دخول الفجر عشان بداية الصيام منه، تقول نويت الصيام، الراجل يقول الله أكبر، الفجر يدخل، ما بتحملش كده. ده أنت بتنوي بعد المغرب تيسيرا على الناس حتى إذا نمت وقمت بعد الأذان تكون نيتك منضبطة، واضح؟ فالنية في الصوم تكون قبل الوجوب، وعشان كده قلنا النية تكون مع أول الفرض غالبا لإخراج نية الصوم في الفريضة، ونية الصوم في النافلة تدخل أيضا بعد الفجر إلى ما قبل الظهر في النافلة، يعني بعد بداية الفرض كمان. يعني لو واحد ما نواش أن يصوم وطلع على الفجر وراح صلى الفجر وبعدين رجع بيته لقى امرأته عامله له فطار هو ملوش مزاج ياكله، بدل ما يتخانق معاها ولا يعيب في الطعام ينوي صيام وخلاص، سهل له أن ينوي صيام ويبقى بجمل ويبقى يحمد ربنا أن امرأته جابت له الطعام النهاردة مش على مزاجه علشان تحثه على الصوم، يقوم يشكرها بدل ما يتخانق معاه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر ويمكث إلى شروق الشمس في مسجده الشريف، ثم يذهب إلى بيوته فيسأل عن طعام، فإن وجد أفطر وإن لم يجد نوى الصيام. فجاز النية بعد دخول الوقت بعد الفرض في الصوم. وكذلك نية إخراج الزكاة لا تحتاج أن تكون عند الأداء، يعني ما تنوي وانت بتدي للفقير ما تقولش نويت ايه إخراج الزكاة خد، ما تقولش كده، ده بمجرد أن يحول الحول وتجنب المال، تجنب مال الزكاة وتشيله كده في ظرف عندك منفصل، أو حتى من غير ما تجنب المال تحسبه وتقول أنا في ذمتي 3000 جنيه 4000 جنيه 5000 جنيه بتاريخ كذا للفقراء، خلاص هي النية دي، ومش محتاج بقى تجدد النية وانت بتديها ليد الفقير، خلاص فهمت. يبقى علشان كده نقول النية لها حقيقة ولها حكم ولها زمن. زمن النية أول الفرض غالبا لإخراج المحترزات. محل لها محل، تملي يقول لك النية محلها القلب، النية محلها القلب، كل العلماء يقول لك كده، هي محلها القلب فعلا، النية محلها القلب، يعني مكان النية ايه؟ اللسان ولا القلب؟ هو القلب. بتعزم في قلبك عند أول الفعل ماذا هذا الفعل تريد به، ما الذي تريده من هذا الفعل في بدايته. يعني النية في الصلاة عند تكبيرة الإحرام، ما هي أول الفرض تكبيرة الإحرام، مش الصلاة أول فرض فيها تكبيرة الإحرام، يبقى أول ما توقف في الصف عند تكبيرة الإحرام تستحضر في قلبك ماذا تصلي، فرض ولا سنة، وإذا كانت فرض أي فرض، ظهر ولا عصر ولا عشاء، ما هو كل 4 ركعات. هتقول لي ما هو الوقت، ما هو طالما بصلي وقت العشاء، طب ما يمكن تبقى قضاء، يمكن بصلي الظهر بعد العشاء لأني ما صليتش الظهر لسه، يبقى افتقر لنية، فهمت بقى؟ يبقى النية تكون في الصلاة عند تكبيرة الإحرام لأنها أول الفرض، ومحلها القلب، أستجمع في قلبي في لحظة رفع يدي مع تكبيرة الإحرام ماذا أصلي. فإن تلفظ بلسانه عند الشافعية فمستحب، وإن كان بدعة، بدعة يعني لم يفعلها السلف الصالح، وعشان كده يقول لك النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، بدعة يعني مش ضلالة، الناس تفتكر بدعة يعني ضلالة يعني منهي عنها، لا، بدعة يعني الذي ابتدعها الفقهاء لحاجة الناس إليها بسبب كثرة غفلة القلوب في هذه الأزمنة، فابتدعها الفقهاء ليعينوا المكلف على أداء ما كلف به على الوجه الأكمل. الصحابي من دول كان قلبه مستجمع النية، أول ما يقول كده يرفع إيده الله أكبر، خلاص استحضر في لحظة
هيصلي ايه؟ احنا الوقت بقى قلبنا مشغول بالدنيا ومشغول بالمشاكسات وبالمشاحنات، فلما تيجي تقول الله اكبر بتقول تلاقي قلبك غافل، لسه قلبك بعيد، وخلصت انت الله اكبر وقلبك لسه بعيد، وانت في نص الفتحه يا دوب قلبك حضر. طب ما ينفعش عدى جزء من الصلاه من غير نيه، تعمل فيه ايه ده؟ قام الفقهاء لما نظروا الى تغير قلب المكلف قالوا يبقى تلفظ بيها احسن عشان تعين استحضار القلب حين، لانه غائب بعيد عنك، قلبك مشتت، انت واقف في الجامع لكن قلبك لسه في محل عملك، اذا كنت طالب لسه قلبك قاعد بيردد المحاضره اللي كنت بتسمعها، واذا كنت راجل في مصنع لسه قلبك بيردد متابعتك للمكنه وهي شغاله، واذا كنت في البيت بتكلم مراتك لسه قلبك بيردد ما كنت تتحدث فيه مع زوجتك، او في الشارع تاجر لسه قلبك بيردد ما كان في السوق، فتيجي تقول الله اكبر تلاقي لسانك يسبق قلبك فيحضر بعد ما تكون قريت الفتح. طب ما كده ضاع جزء كبير من الصلاه بلا نيه، وتلبست بالعباده بلا نيه. وعلى شجر الشافعيه قال والتلفظ بها مستحب ليعين القلب على استحضار النيه، فليس لكون اللسان هو محل النيه، لا، لكون اللسان اله يستحضر بها القلب، وسيلة لاستحضار حضور القلب بس. عشان كده النية التلفظ بها عند الشافعية مستحب، وعند المالكية قالوا بدعة، مش بدعة ضلالة، يعني مستحدثة لم يعرفها السلف الصالح لجماع قلبهم على العبادة. واضح؟ يبقى النية في الصلاة أول الفرض محلها القلب، أول الفرض تكبيرة الإحرام محلها القلب، ولو تلفظ باللسان وأعان القلب فبها ونعمت، وإن لم يتلفظ واستقر في قلبه صحت عبادته وهو الأولى. يعني أنا مثلا هو شافع، أنا ما بتلفظ بالنية أبدا، خلاص أنا عودت نفسي الله أكبر كده في اللحظة دي، من أول همزة الله لحد رأى أكبر أنا في قلبي قلت أنا هعمل إيه، خلاص مش محتاج بقى النية، لأنها المفروض تبقى مطابقة لتكبيرة الإحرام مش سابقة لها كمان. اللسان بيسبق عشان لما تيجي توصل لهمزة الله يكون القلب حضر يطابق. فهمت بقى؟ فهمت فقه الشافعية يقصد هذا المعنى، ولا يقصد مخالفة الشرع الشريف كما يعتقد البعض. ويجي الإمام اللي هو بيكرر على الناس وهو مش فاهم الفقه يقول لهم النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، وهو قايل للناس قبل كده كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فيقوم يلخبط الناس، وهو مش المقصد كده خالص. ليه؟ لأنه ما جاش الأزهر يتعلم، هو سمعها من واحد والتاني قال له سمعها من واحد، وبعدين ما قعدش عند العلماء في الأزهر يعلموه يعني إيه، يقصد إيه بمعنى البدعة دي. طب ما هو سيدنا عمر بن الخطاب لما جمع الناس في صلاة التراويح، صلاة التراويح مش مشروعة؟ مشروع، لكن لم يشرع فيها الجماعة بانتظام، النبي ما عملهاش بجماعة بانتظام، لكنها هي مشروعة ان الانسان يصليها وخلاص، جماعة وبغير جماعة، صلاها جماعة احيانا 3 ايام وكملش بعد كده خافة ان تفرض على الناس. فجاء سيدنا عمر بن الخطاب في خلافته جمع الناس كلهم على امام واحد واضاء المسجد لحد الفجر، اضاء المسجد والناس تقعد تصلي خلف عبد الله أبي ابن كعب اللي هو أقرأ الصحابة، النبي قال أقرأكم أبي. فمر سيدنا عمر وكان ما بيصليش معهم سيدنا عمر التراويح كمان، قال للأبي صلي بالناس، وهو يروح بيته ينام شوية ويقوم يصلي هو التراويح في بيته لوحده، لكن سيدنا عمر يعمل كده. فلما مر على المسجد ولقى مضاء كده والناس كلها بتصلي وحاجة جميلة والقرآن شغال لحد الفجر في المحاريب، فقال إيه؟ نعمة البدعة هي، نعمة البدعة هي، يبقى هنا أثنى على بدعه لأنها مشروعة ضمنا. فهمت؟ أدي معنى إيه؟ والتلفظ بها بدعة، يعني بدعة مستحدثة، وإن كانت صارت مطلوبة لغياب القلب عن اللسان بسبب غفلته في أمور الدنيا. فإن كان قلبك حاضر ما تتلفظ يا سيدي، قلبك مش حاضر تلفظ لتستحضرها تستجلبها. واضح؟ يبقى النية ليها حقيقة، حكم، محل، زمن.
طيب لو نويت انا بلساني، انا هصلي الظهر الحمد لله واقف اهو اصلي الظهر، فرحت قايل ايه بلساني، انا في قلبي دي ظهر، نويت صلاه فرض العصر مقتديا الله اكبر، وانا في قلبي ايه ظهر، انعقدت ظهر، انعقدت ظهر، ولا عبره بالخطا اللسان، لان القلب هو محله اصلا، النيه محلها القلب مش اللسان، فهمت بقى؟ يبقى محلها القلب. حقيقة حكم محل زمن. كيفية، ايه كيفية النية؟ العلم بالمنوي. كيفية النية العلم بالمنوي، لابد انا هدخل اصلي ابقى عارف هصلي كم ركعة، والركعة دي بتفتقر لإيه؟ لقيام وقراءة فاتحة وبعدها ركوع وبعدها رفع من الركوع، بعدها سجدتين وفي جلوس بين السجدتين، ومحتاجة اطمئنان، ومحتاجة يبقى عارف، وإن في الركعة التانية هقرأ التشهد الأوسط إذا كانت صلاة أكثر من ثنائية، وإن الصلاة اللي هصليها دي ركعتين ولا ثلاث ركعات ولا أربع ركعات. يبقى كيفية النية لابد أن يكون هناك العلم بالمنوي. هروح أحج لازم أبقى عارف إيه هو الحج، مش أقول لبيك اللهم بحجة وهمشي مع الناس زي ما يعملوا أعمل، جاهل ده مينفعش، لازم ياخد الأول دورة قبل أما ياخد تأشيرة الحج، بيبقى قدامه ثلاث أسابيع ولا أسبوعين على ما يسافر، يقعد الأسبوعين دول ياخد دورة مركزة إزاي أحج، هعمل إيه، إيه أعمال الحج، عشان لما يلبس الإحرام ويقول لبيك اللهم بحج يبقى فاهم، ولا هيبقى متمتع ولا هيبقى مفرد ولا هيبقى قارن، وإيه أركان الحج وإيه واجبات الحج وإيه سنن الحج، يتعلمها في أسبوعين ما يجراش حاجة. هو لما بيحتاج يتعلم الكمبيوتر بياخد دورة كمبيوتر، لما بيحتاج يترقى بياخد السي دي ال، مش كده ولا اللي مش عارف بيسموها ايه، اي سي دي ال مثلا، واللي بيحتاج يبقى دكتور لازم ياخد بكالوريوس طب عشان يشتغل يبقى دكتور ويفتح عيادة كده ويقول انا دكتور، واللي يحتاج يبقى محامي لازم ياخد ليسانس حقوق، ولا ينفع يقول لك محامي كده وبعدين ابقى اروح المحكمه زي ما الاقي المحامين بيتكلموا ادينا اقول وخلاص يا حضرات المستشارين، ما ينفعش، مش هيبقى محامي عمره حتى لو قعد في المحكمه وما روحش بيته 20 سنه مش هيبقى محامي، فهمت بقى؟ يبقى لازم النيه كيفيتها ايه، العلم بالمنوي، لازم تبقى داخل عارف انت ايه هتعمل ايه، دي كيفيه النيه، العلم بالمنوي. كيفية شرط، ايه شرط النية؟ الاسلام، لا تقبل نية من كافر اول حاجة، عشان تبقى نية شرعية لازم يبقى مسلم، لان الكافر لا نية له لانه ما عرفش ربنا، يبقى شرط النية الاسلام، وشرط النية بعد الاسلام التمييز، فلا تصح النية من فاقد التمييز والأهلية، فما تنفعش نية مجنون ولا نية سكران ولا نية واحد في غيبوبة ولا نية طفل صغير غير مميز، دي مش ما تنفعش النوايا. يبقى يشترط ايه مع شرطه النية مع الإسلام في شروط النية؟ الإسلام والتمييز. قلنا البلوغ، ما قلناش البلوغ، عشان تصح نية الطفل المميز فتصح عبادته، الطفل المميز قبل البلوغ لو حج يتحسب له حج ايه تطوع، ولو صلى فرائض بتتحسب له نوافل، ولو خطب الجمعة تنعقد به الجمعة، صح؟ لا يشترط بقى البلوغ في النية، لكن تشترط البلوغ في ايه، في نوايا بعض العبادات الاخرى، زي مثلا ايه، زي عقود البيع والشراء يشترط فيها البلوغ مثلا والرشد، يبقى بالغ راشد، مع الملك وحرية التصرف والتمكن من ايه، من تسليم المبيع، الحاجات اللي هناخدها في عقود البيوع، احنا قبل كده خدنا كتاب البيوع، لكن احنا بنتكلم عن النية عموما، شرط النية عموما اللي هو لا يتخلف في اي عبادة من العبادات واي عقد من العقود الاسلام والتمييز.
قد تزيد بعض الشروط في بعض العبادات وقد تقل. يعني في حضور الجمعة يشترط الحرية مثلا، وفي حج الفريضة يشترط الحرية، ما ينفعش حج من عبد مع البلوغ، ويشترط الذكورة عشان ينعقد به نصاب الجمعة، لأن الجمعة فرض على الذكور، فإن حضرتها الإناث صحت منهم ولكن لا يكملوا نصاب الجمعة. يبقى في تفاصيل في كل عبادة بقى، لكن احنا بنتكلم على شرط النية عموما اللي هو يصلح لكل العبادات، نقول الإسلام والتمييز بس، وبعد كده ما زاد على ذلك تجده في الفروع. واضح؟ مقصود حسن. آخر حاجة بقى في النية، أصل خد بالك ليه أنا طولت في الحديث ده، لأن الحديث ده بيعتبر ربع الدين، ربع الدين. يعني الدين لو قسمناه أربع تلاقيه يقوم على الأمور بمقاصدها اللي هو إنما الأعمال بالنية، واتقي الشبهات، حديث اتقي الشبهات، وحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أو من حسن إسلام المرء تركه، دع ما لا يعنيك تركه ما لا يعنيه، مش كده برضو؟ وازهد في الدنيا يحبك الناس. هو الدين كده، لو جمعت الأربعة دي جمعت دين الإسلام، عرفت إيه هي الأمور بمقاصدها اللي هي النية، وتزهد في الدنيا حتى يحبك الله، فلا تعبد الله من أجل دنيا، وأن تتقي الشبهات فلا تقع، فتحوم حول الحمى فتوشك أن تقع في الحرمات، ودع ما لا يعنيك، اترك ما لا يعنيك حتى لا يشغلك عن مقصودك. عشان كده الفلسفية يقول لك الملتفت لا يصل، لأن الملتفت نظر إلى ما لا يعنيه فلا يصل. واضح؟ علشان كده أنا طولت في هذا الحديث. ليه؟ لأنه يشمل ربع الدين. يعني أنت لو فهمته النهاردة خدت ربع الدين، يلا ومع السلامة، كويس أوي. تيجي بكرة نقول لك إيه؟ ازهد في الدنيا، خدت نص الدين. تيجي بعده نقول لك اتقي الشبهات، ونقول لك الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، خدت ثلاث ارباع الدين. تيجي بعد رابع يوم اقول لك من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، يلا خلاص الملتفت لا يصل، خدت الدين كله في اربعه ايام. لكنه محتاج بعد كده تفاصيل، ان هذا الدين متين او فيه برفق، لان الفروع تحتاج دراسه. فهمت بقى ازاي؟ طيب نقول بقى في آخر حاجة في النية اللي هي شرط النية، مقصود النية. مقصود النية أولا اللي هو بلغة العصر إيه فلسفة النية؟ ليه الشرع يعني قال لنا يبقى لك نية؟ إيه هي فلسفتها بمقصود العصر الحديث أو هدفها؟ هدف النية أو مقصود النية أو فلسفة النية باللغة المعاصرة التمييز بين العبادة والعادة، والتمييز بين العبادة والعبادة. ثم بعد ذلك توجهها إلى الله خالص اللي هو الإخلاص، أدي مقصود النية، تكون لله خالصة مع التمييز بين العادة والعبادة وبين العبادة والعبادة. العادة والعبادة، انت بتخش الحمام تفتح الدش وتقف تحت المية، ما اللي بيعمل كده الحران، وبيعمل كده اللي متسخ بالغبار، وبيعمل كده اللي بيغتسل من الجنابة. طب ايه اللي هيميز بقى ده بيغتسل من الجنابة ولا ده بيعمل تبردا ولا ده بيعمل نظافة؟ الا النية، فيميز بين العبادة والعادة. ده واقف قدام الحنفية بيغسل ايديه وبيشطف وشه، يا ترى ده بيتوضى ولا بيشطف؟ مش كده برضو؟ ما ممكن يبقى بيشطف، دي عادة، لكن ممكن يكون بيتوضى. اللي يميز النية، لأن العبادة. واحد تاني راح للدكتور قال له انت تخين قوي على فكرة، ما تاكلش كتير، من طلوع الفجر لحد غروب الشمس ما تاكلش، بعد غروب الشمس تاكل بس ايه اكله بسيطه كده، وقبل الفجر تاكل اكله بسيطه، وتجي لي بعد شهر اوزنك تاني. يبقى ده منقطع عن الطعام رجيم، ده مش صيام بقى، ده عامل رجيم، ده ماشي على نظام غذائي عند الدكتور.
في حين ان اخوه بيعمل زيه، بياكل معاه بعد المغرب وياكل معاه يصحى، بس التاني ناوي صيام والتاني ناوي رجيم. فهمت بقى؟ يبقى لازم تبين الفرق بين مقصود النية، التمييز بين العبادة والعادة، وبين العبادة والعبادة. أنا بصوم، بصوم فرض ولا نافلة؟ بصوم كفارة ولا قضاء؟ أنا بصلي، بصلي فريضة ولا بصلي نافلة؟ طب والنافلة دي هل نافلة ظهر القبلية ولا الظهر البعدية؟ ولا هي نافلة العصر القبلية؟ ولا هي نافلة المغرب البعدية؟ كله ركعتين، كله ركعتين ماشي، بس ايه اللي يميزها بين العبادة والنية؟ الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات، ايه اللي هيميزهم؟ النية. بصلي الفجر 2 ركعات وفريضة الجمعة 2 ركعات، ايه اللي يميزهم؟ النية، ان دي فجر ودي جمعة. يبقى مقصود النية التمييز بين العادة والعبادة وبين العبادة والعبادة. ثم مع ذلك كله، وأهم شيء أن يكون كل ما سبق لله خالص، اللي هو ابتغاء وجه الله، اللي هي بقى هنا من كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، لأن الهجرة سفر، والناس بتسافر للتجارة، والناس بتسافر لزيارة الأقارب، والناس بتسافر للتنزه، والناس بتسافر تتفرج على الدنيا، وفي ناس تانية بتسافر نصرة للدين عبادة. يبقى لازم يبين أن هجرته كانت للعبادة، لأنها عمل عبادة من العبادة. فهمت بقى؟ يبقى النية لازم تعرف فيها السبعة دول: حقيقة، حكم، محل، زمن، كيفية، شرط، ومقصود حسن. وعن أبي قال: حدثني إسحاق بن يزيد الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني أبو عمرو الأوزاعي عن عبدة ابن أبي لبابة. الإسناد اللي فات ده كله شاميين، كله إسناد شامي كده، يعني إسحاق بن يزيد ده أموي دمشقي، كويس؟ إسحاق بن يزيد الأموي الدمشقي، شامه ربنا يهدي سرهم ويرفع الكرب عنهم وسائر بلاد المسلمين وبلادنا وبلاد المسلمين جميعا. قال حدثنا يحيى بن حمزة، ده قاضي دمشق. الله، ده إسناد شاميين ماشيين كده، إسناد شوام. قال حدثني أبو عمرو الأوزاعي، في الشام برضه، الأوزاعي عالم الشام، عن عبدة ابن أبي لبابة، كوفي سكن في الشام برضو، ما زلنا شاميين. عن مجاهد بن جبر المكي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة بعد فتح مكة، من مكة إلى المدينة. يبقى هذا مخصوص بزمن معين، بمدينة معينة إلى مدينة معينة. لا هجرة بعد فتح مكة، حيث أن مكة صارت دار إسلام، فلا يفتقر المسلم إلى الهجرة إلى دار إسلام لنصرته، حيث صارت مكة والمدينة دار إسلام. لا هجرة بعد فتح مكة، لأنها زالت الضرورة الهجرة، لأن الهجرة كانت لنصرة الإسلام ومخافة أن تستضعف في أرض لا تستطيع أن تقوم فيها بأمور دينك. فلما صارت مكة دار أمن وأمان وإسلام، أصبح لا مسوغ للهجرة منها إلى المدينة، فمن هاجر قبل فتح مكة فقد فاز بثواب الهجرة وصار من المهاجرين، ولا يستطيع أن يأخذ هذا اللقب إنسان بعد فتح مكة. كل من هاجر قبل فتح مكة خد إيه؟ نشان الهجرة، بقى من المهاجرين. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد، أي من بعد الفتح وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. يبقى الصحابة كانوا متقسمين درجته، في منهم المهاجرين، وفي منهم الأنصار، وفي منهم أهل العقبة، وفي منهم النقباء، وفي منهم أهل بدر، وفي منهم أهل البيعة وأصحاب الشجرة،
وفي منهم ايه اهل احد ومن وهكذا. يبقى الصحابة كانوا متقسمين درجات برضو، في منهم فقهاء الصحابة وعلماء الصحابة. يقول افرادكم زيد اقضاكم علي، مش كده؟ واقرأكم ابي واصدقكم لهجة ابي ذر. يبقى الصحابة متنوعين اهو. تيجي الوقت تقول للناس ان المسلمين في منهم ناس اهل نحو وناس اهل صرف وناس اهل حديث وناس اهل طب، يقول لك انت هتفرق الامة ليه؟ انا مسلم وخلاص يا اخي. طب مش كل واحد يميز بما امتاز به؟ لان امة الاسلام امة متنوعة. يقوم يجي برضو يخش في ايه؟ في المذاهب. ليه تقول شافعي؟ ليه تقول حنفي؟ ليه تقول مش عارف ايه؟ كده هتفرق الامة. قول يا اخي انا مسلم. الله، يعني انا بميز فهمي للشرع الشريف على مدرسة الإمام الشافعي، وده بيميز إنه فهمه للشرع الشريف على مدرسة الإمام أبو حنيفة، وده بيفهمه للشرع الشريف على مدرسة الإمام مالك، وده على مدرسة الإمام أحمد بن حنبل. أمال أنت مدرسة إيه؟ يقول لك لا أنا مدرسة نفسي. جاهل، لأنه لما قال بلاش إحنا ننتمي لهؤلاء، يعني معناه جعل كل مسلم مذهب منفصل، فأراد أن يوحد الأمة ففرقها إلى مليار مذهب، بدل ما كانت أربع مذاهب وأربع مدارس معتبرة مجمع على أن طريقة تفكيرها طريقة معتبرة، وأن الخلاف بينهم خلاف معتبر، وأن كلهم أهل إسلام وأهل ديانة وأهل احترام. وعلشان كده لابد أن الإنسان يعرف إن المسلمين يتمايز، وتمايز المسلمين لا يعني فرقة المسلمين، بل يبين تنويع الأمة لاكتفائها بنفسها، فلا تحتاج أمم أخرى تيجي تفهمها دينها، ولا أمم أخرى تيجي تبني لها بيوتها، ولا أمم أخرى تيجي تعالج لها أبدانها، ولا أمم أخرى تيجي تبني عقولها، ولا أمم أخرى تربي أرواح أبنائها. لا، دي أمة متكاملة. في ناس امتازوا بالتربية، وناس امتازوا بالتعليم، ناس يعلموا وناس يربوا. وربنا بيقول أحبار وربانيون، يبقى في علماء أحبار وفي ربانيون بيربوا. يبقى حتى القائمين على الشرع الشريف نوعان، عالم ومربي. المربي اللي احنا بنسميه شيخ التربية، اللي هو شيخ الطريقة، تلاقي لي أتباع ومريدين بيربيهم، لما يختلط عليهم أمر يروحوا، يبقى ليهم كبير يروحوا، هو أكثر بصيرة منهم، سلك الطريق قبلهم فخبره وعرف ما هي العوائق النفسية التي تعوق بين العبد وبين فعل مراد الله منه، فيأتيه فيشير إليه فيستشير برأيه فيتنور ويستفيد بخبرة السابق حتى يلحق باللاحق. لا بأس. لا، يقول لك انتوا كده مشايخ التربية والطرق دي فرقت المسلمين. طيب يبقى المسلم ملوش كبير بعد كده، ودي المشكلة. يعني كان زمان اما يجي واحد يعمل حاجة ويشز يقول لك مين كبيره؟ يقول لك الشيخ فلان. اقصر طريق لإقناعه تروح للشيخ فلان، يقوم الشيخ فلان يستدعيه، تعال يا ابني ايه اللي جرى؟ ليه بتعمل كده؟ يقول له عشان كذا وكذا. هو بيسمع كلام هذا الشيخ، تقوم تنقضي الامور وما تبقاش قضية ولا حاجة. لكن الوقت الناس ملهاش كبير، فأصبحت كل ما يجي يحصل مشاكسة يعمل بلاغ في البوليس، لما تكدست القضايا بقت بالملايين، والقضاء بقوا مش قادرين يخلصوا القضايا، وأصبح القضاء مشلول وبطيء وعدل بطيء ظلم عاجل. العدل البطيء يساوي ظلم عاجل. طب وإيه اللي خلى القضاء بطيء؟ إن الناس ما بقاش ليها كبير. أيام ما كان الناس ليها كبير كانوا خلاص الكبار دول بيقعدوا مع بعض بيحلوا المشاكل قبل ما توصل للقاضي، فهتبص تلاقي معظم القضايا كان يحلها كبراء البلد وأهل الرأي فيها. لما قعدوا يطعنوا في الصوفية وطرق التربية ومش عارف إيه، انفرط العقد، أصبح كل واحد ليه طريقته في ذكره بطريقة معينة، يجيب كتاب وأصبح شيخه الكتاب، وبعدين يألف في الكتب وكل يوم يلاقي كتاب تاني، يقوم يقول النهاردة الطريقة دي ويقول الورد التاني ده، وده بكرة ما يوصلش الحاجة. تلاقيه بيعبد ربنا وبيذكر ربنا بقاله 50 سنة وقلبه لسه منورش. وده اللي بنعاني منه. الأمة ذاكرة الحمد لله، امشي في الشارع كده تلاقي كله الشفايف شغال ما شاء الله،
كله ذاكر وتتفرج عليهم في رمضان حاجة جميلة، كله صايم وكله ماسك المصحف وكله حاجة جميلة. طب انظر للقلوب بقى، تلاقي معظم القلوب غافلة ومظلمة. طب ليه ما ضاقتش يا أخي؟ مع إن الذكر بينور، لأنه ملوش كبير، ملوش شيخ، زي اللي بيتعالج من غير دكتور، فبياخد الدواء من الصيدلية مباشرة، يخش كده على الرف هو عنده صداع النهاردة، يقول لك آه والله الدواء ده تغليفه شكله حلو كده جميل، لون أحمر فابيض، أنا بحب الأحمر فابيض إن شاء الله يبقى شفا. يروح واخد الدواء أبو أحمر أبيض ده ويروح بلع منه قرص، وبعدين لا ما خفش، ياخد قرص تاني ما خفش، قرص تالت، مش عارف الجرعة، يتسمم ويموت، لأنه بيعتمد على نفسه في علاج نفسه. وعلاج البدن أسهل من علاج النفس، خد بالك ده علاج البدن أسهل كثيرا من علاج النفس. فإذا كنت في علاج البدن أنت لا تفعل ذلك، فلما تفعل في علاج النفس وهي أصعب تفعل ذلك؟ تروح كده على باب الجامع تلاقي واحد فارش كتب أوراد وكلها مجلدة تجليدات جميلة، تقول اه والله ده خطه جميل، لا ده طبيعته بتتعب عيني، لا يبقى هو ده، تروح واخده وتقعد انت تواظب عليه 40 سنة، ان قلبك ينور مش عايز ينور، لان انت بتعالج نفسك بنفسك، والاعتماد على العمل خيبة، لان احنا مش هنصل الى الله بعملنا ولا بذكرنا ولا بعبادتنا، احنا هنصل الى الله بالتواضع وبالندم وباتهام النفس بالنقص وبحب الخير للآخرين وبالحرص على الحلال وحسن الظن بالمسلمين، هو ده اللي هيوصلنا لربنا. فهمت بقى المسألة؟ فلازم الواحد يعرف. أو الصحابة هم كانوا متقسمين، في منهم مهاجرين ومنهم أنصار وأصحاب عقبة، ما يجريش حاجة، زي ما أهل العصر الحديث كده متقسمين، ده شافعي ده مالكي ده حنفي ده شاذلي ده نقشبندي، ده مش كلهم مسلمين حلوين، ده بس ده المدرسة الشاذولية في تربية النفس، وده المدرسة الشاذولية في النقشبندية في تربية النفس، وده المدرسة القادرية في تربية النفس، وده المدرسة المالكية في العبادات الفقهية، وده المدرسة الشافعية في العبادات الفقهية، وده المدرسة الحنبلية في العبادات الفقهية. ففي إسلام وفي إيمان وفي إحسان، وما تناول الإسلام هو الفقه، وما تناول الإيمان هو العقائد، وما تناول الإحسان هو التصوف، علشان تكمل وتعرف المنظومة كلها كاملة. فهم؟ فلما يجي الناس يقعدوا يشققوا الأمور ويشوهوا الصورة، وصلونا إلى أن الوقت أصبح ملناش كبير، وأصبحت كل نزاع يحدث بين اثنين يتحول إلى القضاء ويتحول إلى ملف عند القاضي. لما أصبحت الملفات عند القضاء بعدد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. زمان أيام كان الناس ليهم كبير، أيام الصحابة، مكث سيدنا عمر في خلافة سيدنا أبي بكر قاضيا، فقعد سنة ما جاتلوش قضية، فعايز يروح لسيدنا أبي بكر ويقول له أنا مش عايز المرتب ده، المرتب وأنا بشتغل، ده أنا بروح أقعد ما بيجيليش حد. الناس مش محتاجة قضاء، لأن الناس عارفة ربها وليهم كبير، فربنا ينجينا. إحنا بلدنا الوقت ملهاش كبير للأسف، فربنا يجعل لنا كبير. وليه ملناش كبير؟ لأن كل واحد تكبر وأراد أن يكون كبير نفسه، فآفة الكبر امتلأت فيها القلوب. لكن التواضع أن تتواضع فيكون لك كبير. ربنا علمنا في الصلاة أن يبقى لنا كبير، إمام يقول الله أكبر نقول وراء الله أكبر، إمام يركع نركع وراه، بيعلمنا يبقى لنا كبير في الصلوات الخمس، كل يوم لازم يبقى لنا كبير، ولو ملناش كبير ما كناش هنصلي صلاة جماعة، فحينفرط العقد. فتعلم من صلاة الجماعة لأنها صورة لمراد الله من عباده. ربنا يصلح أحوالنا. ولكن الهجرة بالفرار من الدين من البلاد التي يضيق عليك فيها إلى البلاد الإسلامية التي فيها تعبد الله وأنت آمن على نفسك وعلى دينك واجبة إلى يوم القيامة. يعني لو أنت كنت في بلد بيضيقوا عليك، يمنعوك من إيه؟ من إنك تصلي، يمنعوك إنك أنت تعبد ربك على الوجه الأكمل، يبقى وجب عليك أن تهاجر إلى بلاد المسلمين ويحرم عليك أن تمكث هناك. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. مش كده برضو؟
يبقى الهجرة مستمرة إلى يوم القيامة من دار الكفر التي لا يأمن المسلم فيها على دينه وعرضه ونفسه إلى بلاد الإسلام الذي يأمن فيها على نفسه. دي اسمها هجرة أمان، كهجرة المسلمين إلى دار الحبشة في الأول، ثم بعد ذلك هجرة نصرة إذا تعرضت بلاد المسلمين إلى هجوم الكفار. وجب على كل مسلم يجد في نفسه القوة أن يهاجر لبلاد المسلمين حتى يواجه مع المسلمين الكفار لينصر دينه على الكفار. يبقى في هجرة أمان وفي هجرة نصرة. هجرة أمان مثالها إيه؟ هجرة الحبشة، كان يريد أن يأمنوا على دينه، فإن فيها ملك إيه؟ لا يظلم عنده إنسان، فبعتهم هجرة إيه؟ الحبشة يأمنوا على دينه فلا يفتنوا. لما سمعوا أهل الحبشة أن الرسول هاجر للمدينة كله هاجر، علشان إيه؟ بقت هجرة النصرة. يبقى في هجرة إيه؟ أمان وهجرة إيه؟ نصرة، والاثنين هجرة إسلام. لا هجرة بعد الفتح، بعد الفتح. وحدثني اللي هو يحيى بن حمزة، يعني في روايات قال وحدثني على طول، اللي هو يحيى بن حمزة. في رواية أبي ذر قال قال يحيى بن حمزة وحدثني، دي رواية أبي ذر الهروي للبخاري. في رواية البخاري قال وحدثني على طول، على أساس أن معروفة ضمنا أن اللي بيحدث عن الأوزاعي هو يحيى بن حمزة، فهمت؟ وحدثني الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال زرت عائشة مع عبيد بن عمير الليثي فسألناها، في رواية أبي ذر وسألتها عن الهجرة، فقالت لا هجرة اليوم، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه، يعني لا هجرة أمان اليوم من بلاد مكة أو أرض جزيرة العرب. الآن خلاص كل أرض جزيرة العرب صارت أرض أمان، فلا هجرة أمان، لا هجرة اليوم، كان المؤمنون أي قبل الفتح يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مخافة أن يفتن عليه، أي على دينه. فأما اليوم أي بعد فتح مكة فقد أظهر الله الإسلام، واليوم يعبد ربه، في رواية أبي ذر والمؤمن مكان اليوم، والمؤمن يعبد ربه حيث شاء. ده احنا الوقت حتى وصلنا لمرحلة اننا نروح في بلاد الكفار نعبد ربنا حيث شاء لشيوع الاسلام، مش كده؟ تروح اوروبا تعبد ربك، تروح استراليا تعبد ربك، تروح امريكا تعبد ربك حيث شئت. خلاص الحمد لله شاع الاسلام ودخل كل بيت والناس عارفين، لدرجة ايه؟ ان في فرنسا مثلا، انا رحت زرت باريس زمان وانا كنت طالب في الكلية وكنت في رمضان، اما تقول للفرنسي العادي القح اللي ما يعرفش حاجة خالص جوفي رمضان، يعني يعرف انك صايم، جوفي رمضان بس كده يعرف انك صايم. يعني شاع الاسلام حتى الكفار عرفوا ان المسلمين دول عندهم حاجة اسمها رمضان، ورمضان ده ما بيأكلوش فيه بالنهار، شاع الاسلام. درجة كنت بشتري مرة هناك في باريس خبز، فلقيت خبز كده شكله حلو كده بيلمع جميل، فرحت واخد واحد وحد فعلا. قام الراجل قال لي مسلم؟ قلت له وي. قال لي خنزير، خنزير يعني عاملين عليه شحم خنزير، هو اللي ملمعينه كده، بيعتبروا الخبز هناك زي الجزمة يلمعوه بشحم الخنزير، واخد بالك؟ فيعني هم فاهمين ان المسلمين دول ما يأكلوش خنزير. شاع الحمد لله، شاع وزاع، وهذا من حمد الله وفضل ايه؟ جهد الصحابة الكرام، راحوا كل بلاد العالم بإيه؟ بالناقة، الجمل، بالجمل والناقة والفرس، لحد ما إيه؟ واتضلنا معالم الدين ونشروا الدين ودخل كل مكان والحمد لله رب العالمين. فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، واليوم في رواية والمؤمن مكان اليوم هنا يعبد ربه حيث شاء. ولكن طب ايه اللي بقى جهاد ونية، جهاد ونية، مجاهدة النفس في وقت السلم ومجاهدة العدو في وقت الحرب. والنية اللي احنا بنقولها مقصودها ان يكون لوجه الله،
وأن أعلم ما أجاهد وكيف أجاهد. فلما جاهد نفسي لازم أعرف إيه أمراض النفوس وكيف أعالجها، وإن لم أعرفها وجب علي أن أذهب إلى شيخ التربية. ربنا بيقول ولكن كونوا ربانيين بما كنتم ربانيين، يعني تربوا الناس. بعدما ربيتم أنفسكم ربوا الناس. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، وفي قراءة بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فأنت مأمور أن تربي نفسك أولا لتربي غيرك ثانيا، لأنك مأمور أن تقي نفسك ثم تقي أهلك من النار. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ليتم النجاة للنفس والوراثة للأجيال، فيبقى الدين إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. علشان كده يقول لك جهاد ونية. وعن أبي قال حدثني زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال هشام، فأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن سعدا قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وآله وسلم. ده سعد بن عبادة قالها في موقعة الخندق لأنه أصيب في أكحله. اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وآله وسلم وأخرجوه. اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، يعني بيننا وبين الكفار مكة يعني. وقال أبان بن يزيد حدثنا هشام عن أبيه قال أخبرتني عائشة من قوم كذبوا نبيك وأخرجوه من قريش. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف عند هذا الحد ونكمل يوم الخميس بعد العشاء إن شاء الله تعالى. اللهم أسمعنا خيرا وأطلعنا خيرا وارزقنا اللهم العافية وأدمها لنا، واجمع اللهم قلوبنا على التقوى ووفقنا لما تحب وترضى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكره الغافلون. وجزاكم الله خيرا. الله الله.